وصال وصال، هات المفتاح احسن ما تطلع الجنونه معي. ها ما راح اعطيك المفتاح. يعني بتعرفني ماني متعوده على التنانير، ما راح اعطيك المفتاح لحتى تحدد موقفك، انت معي ولا ضدي؟ اخ يا ربي. لك يا وصال، مشان الله خلينا بقى نتجوز ونعمل اسره وبيت ونقعد ونرتاح ونتركن. لك هدول الجماعه ما لنا قدهم، افهمي بقى، ما لنا قدهم. لا يا سيدي، نحن قدهم. قدهم شو بدهم يساووا يعني؟ بدهم يقلعونا من قصر يلدز اللي عايشين فيه، ولا يصادروا الارصده تبعنا بالبنوك؟ ولك يا مجنونه، لك بجوز يقتلوكي، يقتلوا امك، يقتلوني انا. لك خافي بقى. اي بسيطه، اذا خايف على حالك فرط لي هالخطبه وانت هيك بامان. قلبك هذا الحكي؟ ايه من قلبي. شايفيني؟ من نص قلبي. لك يا وصال، يعني يا بتعطيني الخاتم وبتقلعيني، يا اما بتخربي بيتي. انا عم بخرب لك بيتك؟ انا؟ لك هدول اللي بدك يعني يسلمون السي دي هن اللي عم يسرقوك ويسرقوني ويسرقوا البلد، مو انا. وصال، أنا بكون معك بس بشرط. شو هو؟ إنك تقوليلي شو في سيدي. موافقة، بس بالأول بدك توصلني لبيت ستي، لأني مشتاقة لها كثير، بعدين بترجعني على البيت وبالبيت بقول لك شو في بالسيدي. وعد. وعد. أنا معك. وهي المفتاح. شرفي. شرف. بس استرني رجعني. والله.